البنك الالكتروني كتير مننا بيسأل ايه قصه البنك الالكتروني، يعني انا دلوقتي اخش مجرد ما اخش هلاقي حد كده يشني وبعدين يعمل لي كل الخدمات وبعدين اخرج من الفرع. البنك الالكتروني ده جزء من التقدم التكنولوجي اللي احنا بنشوفه والذكاء الاصطناعي. العالم كله متجه ناحيه الخدمات الالكترونيه والبنك الالكتروني. احنا هنا في مصر بدانا نطع خطوات، يعني بنك القاهره يفتتح فرع، بنك الاهلي افتتح 4 فروع، بنك مصر افتتح عدد من الفروع، المصرف المتحد، التجاري الدولي. البنوك بتجهز نفسها ان هي تستخدم التكنولوجيا الحديثه وتتواصل مع العالم الخارجي. البنك المركزي المصري بيدفع بقوه ناحيه التحول الرقمي، الشمول المالي، الخدمات والمدفوعات الالكترونيه. البنوك بتستجيب، البنوك بتفتح فروع كتيره. المنطقة العربية كلها بتتجه ناحية الخدمات الإلكترونية وبتفتح بنوك إلكترونية وفروع إلكترونية تقدر من خلالها انك انت تحصل على معظم الخدمات المصرفية بمنتهى السهولة والبساطة، بتوفر عليك الوقت والجهد، ما تتعاملش مع موظفين. خليكم معنا بعد الفاصل، اشتركوا في القناة، فعلوا خاصية الجرس، تعالوا نتكلم اكتر على البنك الإلكتروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد العجم ودي قناة صباح البنوك. النهاردة إن شاء الله نتكلم على البنك الإلكتروني وإيه هي الخدمات اللي احنا بنحصل عليها داخل البنك الإلكتروني. طبعا البنك الإلكتروني أو الفروع الإلكترونية أو الخدمات الإلكترونية أو كل ما يتعلق بالتقدم والتكنولوجيا الحديثة، الوطن العربي داخل فيه بقوة لأنه ملزم بكده وحاجة مفروضة علينا، لأن العالم كله بيتغير في الخارج. في دلوقتي أصبحت في بنوك كلها بشكل كامل بنوك إلكترونية، مش بنوك لها مقرات وتروح المقر، كله دلوقتي بيشتغل أونلاين، كله بيشتغل عن طريق شبكة الإنترنت. وإحنا كدول عربية هنبقى خارج التاريخ لو إحنا ما استخدمناش التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. الفرع الإلكتروني أنا أقدر أستفيد منه إيه وإيه الخدمات اللي بيقدمها الفرع الإلكتروني؟ الفروع الإلكترونية بتقدم خدمات كتيرة جدا. أول حاجة بتقدم الخدمة الذاتية. إيه هي الخدمة الذاتية؟ حضرتك بتروح بتلاقي شاشة كبيرة جدا، بتخش على الشاشة. لو حضرتك عميل داخل البنك هتخش أول حاجة بتحط رقم القومي بتاعك، بعد كده بتدخل الرقم الموبايل، البنك بيبعت لك الرقم التعريفي، بتدخل رقم تعريفي، رقم بتدخله، بعد كده بتخش على الخدمات اللي انت عايزها داخل البنك. عايز مثلا تطلع كشف حساب، بتضغط على الايقونة على كشف الحساب. طبعا السيستم لغة عربية وانجليزية على حسب ما انت عايز. اخترت العربية، بتخش بعد كده بتقول انا عايز كشف الحساب، بتضغط على كشف الحساب، بيديلك قدامك تواريخ، انت بتحدد عايز كشف الحساب ده لمدة 3 شهور ولا مدة شهر، بتحدد التاريخ، بعد كده بتحدد ممكن يكون عندك اكتر من حساب، فبتحدد الحساب اللي انت عايز تطلع عليه كشف الحساب، وبعد كده بتدوس على تنفيذ، بعد كده بيديك بعض الشروط، بتقول موافق، وبعد كده بتخش تلاقي بيطبع لك كشف الحساب عند موظف قاعد، بتروح عند الموظف بيختم لك كشف الحساب وبتاخده بشكل مباشر. طبعا تقدر لو انت عميل موجود في البنك تقدر تشتري شهادات، تقدر تعمل المحفظة الإلكترونية، تقدر انك انت تعمل العديد من الخدمات الإلكترونية اللي هي موجودة داخل البنك. لو انت مش عميل داخل البنك برضو بتستخدم، بتحط الرقم القومي بتاعك، وبعد كده بتحط الرقم الموبايل، بتلاقي شاشة، الشاشة دي بتلاقي عليها الخدمات المتاحة لغير العميل البنك. هتلاقي مثلا خدمة انك انت تفتح حساب، هتلاقي خدمة ان انت تاخد بطاقة اللي هي مدفوعة مقدما، وهتلاقي خدمة المحفظة الالكترونية، لان دول متاحين لاي حد سواء كان عميل داخل البنك او خارج البنك. بتختار الخدمة، مثلا تختار فتح الحساب، بتخش على فتح الحساب وبيدخلك على بعض الارشادات باللغة العربية، الدنيا سهلة جدا. بعد كده بتروح اخر مرحلة، بتكمل باقي الاوراق، مع هتلاقي موظف او موظفين قاعدين في كل الفرع
هم بس اللي بيخلصوا الورق وبيختموه والدنيا جميلة من غير ما تتعامل مع موظف. ده بشكل سهل جدا ما بتكملش اكتر من 20 دقيقة، وده اسهل من انك انت تقعد داخل الفرع بالثلاث ساعات عشان خاطر تنتظر دورك وتقعد مع موظف خدمة العملاء. هتلاقي كمان شاشة كبيرة جدا اسمها الشاشة التفاعلية بينك وبين البنك. الشاشة التفاعلية دي حضرتك بتضغط عليها، هتختار مثلا اللغة العربية او الانجليزية، وبعد كده بتشوف كل الخدمات اللي هي متاحة داخل البنك. بتختار الخدمة اللي انت عايزها، بتقدر تقرأ عليها شوية. طب انت عايز تفاصيل اكتر، بتلاقي في الباركود موجود تحت، بتمرر عليه الموبايل بتاعك، اول ما تمرر عليه الموبايل تقدر انك انت تعرف تفاصيل اكتر وانت قاعد من خلال الموبايل بتاعك. داخل الفرع الالكتروني في الصراف الالي التفاعلي، يعني حضرتك عاوز تعمل ايداع او سحب او شيكات مسحوبة على البنك بتاعك، بتقدر من خلال الصراف الالي التفاعلي بتضغط، اول ما بتحط الكارت بتاعك بتضغط بيطلع لك الصراف الالي، بتقعد تسأله وهو يجاوبك، بيطلب منك مثلا انك انت تحط البطاقة. بعد ما بتحط البطاقة بتقدر انك انت تحط فلوس ايداعات او انك انت تسحب فلوس او تحط الشيكات. والبنوك فاتحة في قصة الايداعات، يعني ممكن تحط بال60,000 في اليوم، وتقدر انك انت تسحب بال60,000 من خلال الماكينات. طبعا انتوا عارفين الماكينات اللي هي خارج اللي موجودة في الفروع اخرها 10,000 جنيه او 8,000 جنيه، لكن دي تقدر تحط بال30,000 وتسحب بال30,000 دي في المرة الواحدة، وممكن كمان 50,000 طول اليوم. الفرع الالكتروني بيوفر لك غرفة الاتصال المرئية. غرفة الاتصال دي بتخش في غرفة كده، بتقعد قدامك برضو شاشة كبيرة، بتقعد تتصل بموظف هيطلع لك على الشاشة، بعد كده تقول له أنا محتاج إيه. يعني مثلا حضرتك محتاج قرض، فهو يقول لك القرض شروطه كذا، المطلوب منه كذا، بيعرف ايه اعرف فرع ليك موجود، بياخد رقم تليفونك، بتجهز كل الاوراق المطلوبة منك، وبعدين بتتوجه على الفرع بعد ما تكون عرفت كل اللي مطلوب منك. احنا بنستهلك وقت كبير جدا عشان ناخد معلومة واحدة من خدمة العملاء، وحضراتكم عارفين الموضوع ده كله. بنقعد طول اليوم عشان خاطر بس نعرف ايه هو المطلوب عشان خاطر اخد قرض شخصي. تقدر من خلال غرفة الاتصال المرئي تعرف كل اللي انت عايزه، قرض شخصي، عايز تعمل مثلا شهادة، كل ده تقدر تعرفه من خلال غرفة الاتصال المرئية. واخيرا من ضمن الخدمات اللي بتلاقيها مركز خدمة العملاء بتلاقي تليفون، التليفون ده بترفع بتكلم خدمة العملاء تستفسر عن اي شيء انت محتاجه. في النهاية الفرع الالكتروني ده المستقبل، وده اللي هينتشر في الفترة اللي جاية ان شاء الله. الفترة اللي جاية هنستخدم التكنولوجيا بشكل كبير جدا، وهنستخدم الذكاء الاصطناعي، ومفيش حاجة صعبة، فقط ان احنا بنجربها مرة او مرتين وبنلاقي الحاجة سهلة جدا، بل بالعكس ان هي بتوفر علينا وقت، توفر علينا جهد، ما تخلناش ان احنا نتعامل مع الموظفين ولا ننتظر بالساعات عشان خاطر ناخد خدمة او نسأل على سؤال. لو عند حضراتكم اي استفسار اكتبوها لنا في التعليقات، اشتركوا وفعلوا خاصية الجرس، شاركوا الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.